سيد العميد، هل فما إمكانية وساطة اليوم الحقيقة؟ الحقيقة المشكل إنه ما فماش الوساطة، كأنها أصبحت منعدمة معند، وكأنه ما فماش وسيط للحديث ما بين المتخاصمين السياسيين، ما بين رؤوس الصورات الثلاث. وفي هذا السياق جهات فما شكون يقول لك اليوم عميد المحامين نجم يلعب دور وسطي كبير في المحنة هذه، في الأزمة هذه، نحن من خلال وساطة بين طرفين نزاع، نحن من خلال مبادرة اللي قدمناها كنا عرضنا الوساطة هذه، في ضمنيا هي عرض وساطة. ويعني دائما مواقفنا وبياناتنا يعني تدل على ذلك، لكن مع الأسف الشديد إلى يوم الحاضر ما تعرف الطرف اللي بشيق الوساطة يلزم يقبل الوساطة، يلزم يعمل إشارة، وحتى إشارة واضحة بشأنه يقبل الوساطة. احنا مستعدين للوساطة، بل بالعكس نعتبر أن دورنا الوطني يحتم علينا القيام بهذه الوساطة، لكن نريد من الأطراف، هذه الأطراف يعني أن تكون تقبل هذه الوساطة، لأنه تمسك رئيس الجمهورية بموقفه، تمسك رئيس مجلس النواب وتصريحه بأنه رئيس الجمهورية ليس من حقه كذا، هذه كلها يعني مواقف يعني لا يمكن أن تنسجم مع بعضها. إذا كان الوساطة يعني له الحلول موجودة، لكن الأطراف بالنسبة لك سيد العميد أنت على الملأ تقولها للتونسي الكل اللي يسمعوا فيك الآن، مستعد للوساطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ أنا مستعد من هذه اللحظة للوساطة، ثماش في كل أي وقت يعني عندما يعني تقع دعوتي لذلك فسأقوم بالوساطة، وبالعكس سوف يعلم الجميع وأن عندما نتوسط نحن معشر المحامين لا نكون إلا وسيط خير. وساطة من أجل ماذا؟ كيفاش تراه الحل سيد العميد؟ الحل ثم قلت لك عدة آراء ومقترحات يقع التباحث فيها، لكن الحل موجود، الحل موجود، وربما أفضل حل أنه الأربعة الذي اعترض عليهم رئيس الجمهورية بصورة صريحة يقع يعني تغييرهم بواسطة أشخاص أكفاء، ويعني تمر يعني الحكومة وتعمل لأجل يعني إصلاح هذا الوضع في البلد. مازال عندك أمل لإنقاذ الوضع، لحل هذه الأزمة، للخروج من هذا النفق المظلم إلى حد الآن؟ أنا بالنسبة لي أنا دائما متشبع بالأمل، وأنا عندما أخاطب العقول نعتقد أن العقل البشري قادر على خلق الأمل، تبقينا لابد من المبادرة، والمبادرة من كل الأطراف، من المبادرة من رئيس الجمهورية، مبادرة من رئيس الحكومة، مبادرة من رئيس مجلس الوزراء. يعني سيد العميد بالنسبة ليك لو يتراجع السيد هشام مشيشي على الأربع وزراء اللي صار حولهم جدل، ممكن نتوصلوا الحل ونخرجوا من المأزق هذا؟ والله نجم يكون حل وسط، هذا نجم يكون حل وسط، أنه الأربع وزراء اللي يقع تعيينهم ممكن أنهم يعفيوا أنفسهم من هذه المهمة، وبالتالي السيد هشام مشيشي مش باش يجبرهم بالسيف على البقاء في المنصب. هما لو كان يقولوا أنا يا سيدي باي إذا كان ثم اعتراض وما إلى ذلك يا سيدي أنا نتخلى، سوف يحسبوا له ذلك، وخلي يعني يتوضح فيما بعد أنه ما عندوش تضارب مصالح وما عندوش قضية فساد، بل بالعكس هو لو كان يتضح يقوم بالأمر هذا ومن بعد يثبت أنه ما عندوش تضارب مصالح وتضارب وقضية فساد، يعني الرصيد متاعه سوف يرتفع في المستقبل.